بمناسبة مرور سنة على وفاة فقيد الرياضة التونسية الهادي بلقيس رحمه الله. طيب لي سان جيرمان أمامنا ريفو ثم رقم 17 الجيرين. أظن الأسبوع القادم إذا النشاط الرياضي بمقابلات رابطة الكأس. إذا فريق نجاعة في التهديف عنده حاسة كبيرة ياسر. ارتجاع حسن القابسي طبعا هجوم حسن القابسي مزا باهي حسن القابسي حسن القابسي في اتجاه زيادة ثاني لكن تتقسم البول. السحباني السحباني طويلة داكوست وركن ثاني وثم الكرة ما توصلش من الهجوم باهي طيب من الشابي وثم مخالفة لفائدة الثلاثة الرياضي التونسي معروف بالمخالفات نتاعو وتسديدة كبيرة تسديدة قوية ياسر من توفيق الهيشري القابسي والترجي الرياضي التونسي يحب يفرض نسق لعبه في هذا اللقاء وهذه محاولة لفريق الترجي الرياضي التونسي على طريق زيد التونسي هيشري حسن القابسي حسن القابسي ممتازة ممتازة من حسن القابسي وحاسة على مخالفة حاسة على مخالفة تفت بسرعة ماركان زاري باتجاه داكوستا ممتازة من داكوستا يهرب على المراقبة داكوستا من الجهة اليسرى يوزع في اتجاه حسن القابسي ليفتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي في دقيقة 12 من هذا الشوط الأول ممتازة من اللاعب البرازيلي داكوستا ونشوفوا كيفاش يفلت على المراقبة من الجهة اليسرى يوزع الكرة في اتجاه حسن القابسي كان تليق أمام المرمى إذا ثم خدمة منير شوفوا داكوستا هرب إذا على ربي سلطانة ويوزع وحسن القابسي يكون في موقع إذا شرعي وفي حتى شيء كرة كانت ورائية إذا خلفية ويكون الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق حسن القابسي وهكذا تغير النتيجة وتصبح هدف مقابل صفر لفائدة الترجي. إذا البداية موفقة للترجي الرياضي التونسي في هذا اللقاء. ثم حسن القابسي حسن القابسي مع فايزلي ترجع مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي. نغوتي مرة أخرى نغوتي برونو نغوتي برونو نغوتي وفلورون موريس وترجع لصالح الترجي التونسي الهيشري الهيشري في اتجاه داكوستا داكوستا كجناح ايسر داكوستا حاول يوزع وتصدم بالدفاع بالجيرينو فلوريو موريس لكن معاه فلاديم الشيخي توصل لتوفيق الهيشري توفيق الهيشري يغير كل الاتجاه ثم زياده التمثاني زياده التمثاني مع فايز لي زياده التمثاني مثل حضره كنت وتضيع من حسام القابسي تسديده كانت قويه خالد بدله في النهايه خالد هذه الكره وترجع سراج الدين الشيخي وثم باهي من حسن القابسي حسن القابسي ممتازه جدا العطاء الى حد الان ولياقه بدنيه ممتازه اتجاه زياد التمثاني زياد التمثاني قتيله وتسديده من داكوستا وكان في موقع تسلل بالنسبه لسيموني ماركو سيموني غير اتجاه كمان اتجاه فلوري موريس وثم ممتازه من شكري لواء طارق ثابت ثم ماهر كنزاري اتجاه داكوستا يحاول باش يسدد لكن الممتازه ضعيفه شويه وترجع من ربي سندراتانا ماهر كنزاري يكون الكوره لكن طويله في اتجاه حسن القيت وتدخل الفايزلي ثم نقوتي فايزلي الان فايزلي طويله وترجع في اتجاه حسن القيت حسن القيت مع نقوتي حسن القيت باهي مع طارق ثابت عمليه طارق ثابت ممتازه جدا من زياد الكمساني ممتازه جدا 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 فيها خدمه كبيره ياسر هدف من نوع الممتاز بكل صراحه قولوا هذا بدون انحياز بدون عاطفه من حسن القابسي كون شاهدوا بالصوره هاي الاعاده كون شاهدوها ممتازه جدا عطونا عاودوا شاهدوا الصوره حقيقه في برشا خدمه شوفوا العمل الكبير توصل الكره الى طارق ثابت قبل ما تهبط شوفوا وزياد المثاني بالراس يسجل الهدف الثاني حقيقه ممتازه جدا نشاهدوها في المنتخبات الاوروبيه وفرصه اخرى لزياد التمثاني فرصه اخرى زياد التمثاني زياد التمثاني ورائيه في اتجاه الشابي مراد الشابي وداكوستا والكره ما توصلوش ترجع من الدفاع وتخرج الكره من جيرا ويتعكس الهجوم لفائده فريق باريس سان جيرمان وقبل كان منير معلول هو فتح النتيجه بالنسبه لفريق الترجي التونسي حسان القابسي حسان القابسي باهي ممتازه لحسان القابسي ومباراة طيبة جدا وتهرب من وترجع من كل جاي مرة أخرى مرة أخرى فريق الفرنسي الجيرينو نغوتي
نجوتي فورني، فورني داخل منطقة الجزاء لسيموني، ماركو سيموني فلوريون موريز تسديد وكتل الحارس على مرتين شكل الواحد. مراد الشابي اتجاه مارك كنزاري، مارك كنزاري، مارك كنزاري للشابي، الشابي باش يوزع، يوزع وما فما حد. مرة أخرى ترجع لكنزاري يسدد ودفاع مرة أخرى لمراد الشابي، مراد الشابي يتوغل يوزع والحارس بفضل سرعة الأهداف واتقان الهجمات المعاكسة اللي كان أدلى به المرحوم الهادي بن فيصل. ترجع الكرة إلى الشابي، شابي يحاول باش يسدد لكن الزمن تاعه بعيد يلزم إخراجها بعيدة. ماركو سيميوني في تنفيذ هذه الركنية أرضية وترجع فرصة فلوريون والهدف فورني، لوران فورني يذلل الفارق، فورني يذلل الفارق، ما زالت الفرصة. ثم شابي، شابي، شابي داخل ورجع ورائية ولكن ما ثم حد ممتازة من مراد الشابي وثم زيادة تمثاني، زيادة تمثاني ورائية وممتازة وثم شابي في الموقع الثالث. تماس سراج الدين الشيحي، طارق ثابت، الكازم طارق ثابت، طارق ثابت، حسن جابسي طارق ثابت وتدخل من الدفاع. اتجاه فلوريون موريس طويلة وثم سيميوني طليق، سيميوني، سيميوني رجع كرة وباهية من شكل الوار وفرصة مرة شكل الوار يتألق وتدخل سراج الدين الشيحي قوية برشا. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم السيد جمال غندور عن نهاية الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف لفائدة الترجي الرياضي التونسي. نلتقي سيداتي وسادتي مع بداية الشوط الثاني. نرجع إلى زياد التمساني، زياد التمساني، زياد التمساني يحاول باش يسدد لكن بعيدة وما زالت إلى الشابي، الشابي رجعت بخارج الرجل وتزيد من الشابي والحارس يفرجها ويحول وجهتها إلى الركنية باهم الشابي. ممتازة جدا، ممتازة جدا والحارس يحول وجهتها قابل يهرب على ندوتي، جيرسون، جيرسون يغير الكرة وواصل ممتازة من كنزاري، ممتازة جدا تصويبة من مسافة بعيدة، يلزم التصويبات من هذه المسافة حتى يتمكن من مفاجأة لكن الحارس كان موجود. وتدخل ممتاز من طارق ثابت حتى الهجوم، وزيادة التمثالي، زيادة التمثالي مازال حافظ على كورته لكن حسن القابسي موجود، ممتازة جدا من حسن القابسي في مكان قصير في اتجاه جيرسون وثم نغوتي وحسن ثم زياد المساني، زياد المساني وتدخل من دومي في النهايه ثم راي وتعكس الهجوم ثم الشيحي ثم ماهر كنزاري ويتدخل نغوتي ترجع الى طارق ثابت، حسن القابسي، حسن القابسي، حسن القابسي توي في اتجاه الشابي لكن تدخل من لاسير وادميتسون يعكس هذا الهجوم. ادميتسون، 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 ادميتسون مازال يقدم ادميتسون وتدخل من بشير السعداني. فريق كامل ربما في الشوط الثاني، هذا هجوم لفريق باريس سان جيرمان. باتريس لوكو، باتريس لوكو يخلي الكرة وكثيرة ثم تدخل من الدفاع كثيرة كرة قبل انتر التصويبة هذه القوية وباتريس لوكو ثم تسلم، تسلم ثم إشارة من مساعد الحكم ثم سراج الدين الشيحي لكن تهرب من جافا، جافا مازال محافظ على كورتو وترجع الى ادميتسون من ناحيه اليمين ويطبخ بشكل واعر، ما حصلش بشكل واعر، خرج في الوقت المناسب، خرج في الوقت المناسب وحصل على التماس بعد ما اخر ما لمس الكره هو المهاجم فريق باريس سان جيرمان. هاي الاعاده تبعوا هذه الاعاده، شوفوا الحال شكل الواعر لأن الحكم رأى أنها لمسة والجماهير كانت في فريق قطر الجزائري التونسي. ثم شكل الوعر باهية من شكل الوعر في بعد هذه الكرة وتحكس الهجوم باهية من الشابي، عمليات قصيرة تصل الآن الشابي، شابي، 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 ثم حسين جابسي يطلب الكرة، بشير صحباني بجنبه، شابي مازال محافظ على كورته بالرغم من محاصرة الأسير وبعيدة من العروسي، العروسي ونغوتي طويلة اتجاه العروسي طويله ثم جيرسون ولاسير ثم باهم الشابي، باهم ممتازه من الشابي ويخرج دومي امام الحارس. في هذا الشوط الثاني ربما تشكيله ثانيه قدمها فريق باريس سان جيرمان في هذا الشوط الثاني. ترجع الكره لمعاكسه والحارس
ما زلت عروسي والحارس عروسي توزيع وفما تدخل وما زالت حسن القابسي في مناطق الجزاء واختيرة على دفاع باريس سان جيرمان وصويح وركنية وشيحي صويح مرة أخرى مازال محافظ على كورته صويح يراوغ وتحصل على المخالفة فيصل بن أحمد مرة أخرى فيصل بن أحمد أكرم شاشية باهية العملية الثنائية إذا ماشى سلل توزيع ما ثم حتى حد في الاستقبال ترجع إلى منصور الواتي الواتي وترجع من الصالحي الواتي الصالحي متابع وسيسي قصيري والكرة تخرج كرة تخرج عندنا كذلك أمثالنا الشعبية وكلام أجدادنا اللي فيه أكثر من عبد ومن بين هالأمثلة والكلام المقولة المعروفة إذا ضربت وجع وإذا وكلت شبع والترجي الرياضي التونسي وباستضافته لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذكرى وفاة فقيه كرة القدم التونسية المرحوم الهادي بركيسة يكون قد طبق المثال الشعبي كما ينبغي. هذيك راينا احنا معناها وقعت علينا ضغوطات في الفترة الأولى ولابد وناس عملوا تنظيم تاع مباراة حوم وناس ما يليقش معناها لا باسم الترجي ولا باسم المرحوم وقلنا ناس في عقلنا نستناو الفرصة باش نعملوا حاجة في حجم المرحوم وفي حجم الترجي حتى معناها نكونوا صادقين مع روح الفقيد والهادي بالخيصة عمره ولا تنساء معناتها حتى كالناس الوليدات الصغار هذوما كلهم يعرفوه الهادي بالخيصة معناتها كان محبوب من الناس كل وهادي بالخيصة عمره ولا شفته متغش أنا من اللي عرفته كل ديما يضحك يلعب يفلك كان قريب لياسر حبيبي ياسر هذاك علاش تأثرت عليه ياسر ياسر كما تشوف البلاد الكل تأثرت عليه هاك تشوف الستات هو معبي الناس كل تحب الهادي بالخيس وهذوما مش كانوا يحبوا كان سبيرانس مخلطين حتى من جماعات اخرين جاوا مقابله وديه لكن تتمثل عده اشياء اولا ننسى ذكرى المرحوم ثانيا مقابله ضد فريق على مستوى باريس سان جيرمان هذا يعتبر معناها تحقيق لسمعة طيبة معناها يتمتع بها كرة القدم التونسية وخاصة الترجي الرياضي التونسي إلا ما يفك لكل سنة معودنا على المقابلات هذوما الضيوف من جهتهم كانوا عارفين رواحهم علاش قادمين وشكون في اللقاء هذا مواجهين الترجي تم اختياره كأول فريق أفريقي من طرف الاتحاد الدولي تحول باريس سان جيرمان لتونس يندرج في إطار تمكين العلاقات مع هذا الفريق خاصة على مستوى تكوين الشبان باعتبار وأن الترجي الرياضي من أحسن الهروب موجود على الساحة الأفريقية كرة القدم الأفريقية في تطور مستمر وضروري في بعض الأحيان ملاقاة والاحتكاك في أبرز الفرق الأفريقية يسعدني ملاقاة فريق أفريقي نظرا للفنيات التي تتمتع بها لاعبية القارة الأفريقية ما هيش المرة الأولى اللي يستضيف فيها الترجي الرياضي التونسي فريق من الوزن الثقيل بل هذه الظاهرة كذلك أصبحت عادة من عادات الترج هون خليكم مع زميلي عبد الرحمن العش باش يستعرض بعجالة إبداعات الترجي في اللقاءات الدولية الودية الترجي الرياضي استقباله لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللي اكتسب بعض أوروبي في السنوات الأخيرة يؤكد التقاليد الراسخة المتمثلة في انتظام مقابلته ومنافسته لأعتى الفرق الأوروبية الأمريكية الجنوبية والأسيوية بالأرقام باريس سان جيرمان كان المنافس الدولي رقم 22 للترجي الرياضي منذ أول لقاء أجراه يوم 18 جوان 1950 أمام أهل جدة السعودي الترجي عبر هذه المباريات في أعلى مستوى سجل 36 هدف حقق 9 انتصارات لكن أحلى وأمتع المناسبات هي لقاءاته مع أولمبيك مارسيليا سنة 1979 مع جوفانتوس الإيطالي سنة 1992 فلامينغو البرازيلي 1993 اللي كان معزز بنجوم كبيرة مثل جونيور وكازا جراندي كذلك روما في جوان 1995 اللي كان ايضا معزز بالمدافع الدولي البرازيلي الداير الحكم الدولي السيد غندور كان بدوره سعيد هالمشاهد كل سنه وانتم طيبين الاول بمناسبه رمضان
ده شيء يسعدني جدا وشرفني جدا، لان انا الحقيقه بعتبر نفسي انا مصري حقيقي، لكن انا بعتبر تونس هي وطني الثاني، لان تونس شهدت بالنسبه لي بدايتي في التحكيم الدولي كانت في تونس في عام 93. انا بحب تونس وبتفائل بها، ويمكن هم كمان عندهم نفس الشعور. اما الممرن يوسف الزواوي فانه كان متاكد من نجاح الترجي في هاللقاء، هاو الدليل. يوسف، يضركش الملاعب التونسي بصفه عامه في مثل المقابلات هذه يعطي الزايد؟ لا، ما يعطي الزايد، يعطي اللي عنده، خاطر ما يجمش يعطي اكثر من اللي عنده، هذا الزايد ما فماش، لكن يمكن يكون اكثر مركز واكثر موتيفي باش يلعب المقابلات ضد فريق يحب يبرهن اللي هو على مستواه، هذا علاش ينجح كل مره اللاعب التونسي. فعلا كان الترجي عازم على الابداع والاقناع، هذا ما خلاه يدخل المقابله بقوه ويبهدل بالضيوف اللي ما لقاو حتى حل للتصدي لشطحات حسان الجابسي. هجوم حسان الجابسي بدون ملابس. حسان الجابسي عمل المساء يوم السبت اللي حب، عمل اللي حب في الضيوف، ما مرتش اكثر من 12 دقيقة على بداية اللقاء حتى جسم تفوق الترجي بهدف جميل وسبقة في ذاكرة الحارس كريستوف ريفولد لمدة طويلة. البرازيلي يمر الكرة أرضية وحسن الكابسي في المكان المناسب يسجل. الهدف زاد في هاي جانب من الترجي، وأكبر دليل على ذلك أنه بعد 8 دقائق من الهدف الأول أي في الدقيقة 20 هجوم منسق من نوع خاص بين طارق فابي وحسن الكابسي وزيادة تمساني يضاعف النتيجة. أي نعم 20 دقيقة والترجي متحقق. الوضعية غير المريحة أحرجت أبناء باريس سان جيرمان اللي عملوا جاهدين على العودة إلى المقابلة وافتكاك وسط الميدان ثم التقدم نحو شباك الوعد، لكن هذا الأخير كان في نهاره وتصدى لكل محاولة الضيوف بكل ثقة في النفس ورشاقة. لكن دقيقة 37 وعلى إثر بعثيرة هذا مرمى الترجي لوران فورني يذلل الفريق، وبعد التذليل الفارق ياخذ باريس سان جيرمان بزمام الامور ويزيد في تهديد مرمى شكر الواعر، لكن بدون الوصول الى التسجيل ينتهي الشوط الاول لصالح الترجي بنتيجه 2-1. في الشوط الثاني واجه الترجي فريق ثاني لباريس سان جيرمان، وهنا ظهرت قوه الترجي وخبرته في مثل هذه الظروف الصعبه. بعد ما قبل الترجي اللعب لمدة 15 دقيقة تقريبا عاد تدريجيا للسيطرة على المقابلة، خاصة بعد القيام ببعض التغييرات، وهكا كملت الفرجة وتخلى السويح في سقيه فنياته العالية، عمل للجمهور ألف كيف، وزادت بهتة الضيوف في العطاء الكبير لأبناء الترجي حتى يكون التحابل والتضامن والتأخي في أبهى مظاهره. زاد عزز الترجي في الدقائق الأخيرة صفوفه بلاعب النادي الأولمبي من الهمامي وبلاعب شبيكي روان كمال الصالح.